اسمع القصة لما الخير واحكموا في النهاية. قصتنا اليوم راح تكون عن إخوان تم اتهامه بجريمة قتل في أمريكا، تحديدا بلوس أنجلوس. وكل اللقطات اللي راح نستعرضها بعد شوي لقطات حقيقية مأخوذة من الأخبار ومن مركز الشرطة. القصة بدت لما صارت جريمة قتل بلوس أنجلوس، وجات الشرطة وكان في شهود، ولما سألوا الشهود عن مواصفات الشخص القاتل قالوا طوله من 170 إلى 180 وعمره تقريبا من 19 سنة إلى 25 سنة، والشخص شكله كذا أسباني. وكالعادة لما تصير جريمة قتل يجيبون الرسامين عشان يأخذون مواصفات من الشهود ويرسمونه، وهذا اللي وصلوا له، شخص أسباني وأقرع وبس عنده شنب زي كذا شكله. فايش سوت شرطة أمريكا؟ جابوا كل الأشخاص اللي ساكنين بالحي نفسه بهذه المواصفات زي ما تشوفون، جمعوهم هنا إنه يكون شخص أسباني طوله من 170 إلى 180 وعمره من 19 إلى 25 وأقرع وعنده شنب زي ما تشوفون، كلهم متشابهين بالصفات. لكن شافوا أقرب شخص لرسمة الشرطة إخوان، هو الوحيد اللي مطابق نفس الصفات. طبعا كلهم يشبهون بعض، لكن زي ما تشوفون رسمة الحواجب الرأس والتفاصيل الثانية، إخوان هو أقرب واحد. فتم اتهام إخوان بالجريمة القتل. ولما جاب إخوان للمحكمة وقدموا للشهود وسألوهم هل هذا هو الشخص اللي ارتكب جريمة القتل، قال الشهود يمكن هو. قال إخوان هي، وزي ما تشوفون هنا هذول اللي متهمين إخوان بجريمة القتل، يقولون من الواضح إن قضية بشهاد واحد، إن خلاص شهدوا عليك وأنت القاتل وانتهى الموضوع، إلا بحالة واحدة، إذا أثبت إخوان وين كان بوقت حدوث الجريمة، يدل أو يثبت أي طريقة كانت وين كان بوقت هذه الجريمة. قال إخوان سهلة، بنفس اليوم اللي صارت فيه الجريمة وبنفس الوقت أصلا كنت حاضر مباراة بيسبول وعندي التذاكر، يعني ما كنت حول الحي أبدا. طيب نشوف عدد الحضور اللي كانوا موجودين في نفس يوم المباراة، 27,458 شخص. طيب يلا إخوان اثبت لنا أنك واحد منهم من الموجودين. قال سهل، هذه عندي التذاكر. قال التذاكر تأخذها من أي مكان، نبغى تثبت لنا أنك موجود في المباراة. وبدأ محامي إخوان يشوف كل لقطات المباراة، يحاول يدور بس صورة واحدة لإخوان، يشوفون كل الزوايا، يشوفون كل اللقطات، حاولوا يدورون كل شيء زي ما يشوفون 9 أشواط، بس نبغى لقطة واحدة لإخوان تثبت له. حاولوا بكل شيء يشوفون لو من بعيد، ما في ولا لقطة لإخوان. قال المحامي هذه اللقطة اللي أقدر أطلع فيها إخوان الحين، يدور من كل اللقطات يشوف هل إخوان موجود، ولا لقطة طلع فيها إخوان، ولا لقطة من هذه اللقطات. طيب دور واحد يشهد الإخوان، مين كان معاك؟ قال بس كانت معي بنتي. كم عمر بنتك؟ صغيرة بالسن هذه. وجابوها المحكمة تشهد. You're gonna promise to tell us the truth and what you remember? Yeah. Did you go to a Dodger game with your daddy this yeah. year, last year? Yeah. Did your daddy buy you anything during the game? Yeah. What did he buy you? ما قدر يمسك نفسه هنا إخوان. Ice cream and candy. يا الإخوان هنا خلاص تمام. هذه بنت صغيرة تشهد أنها كانت معاي وقت المباراة، يعني أصلا ما كنا حول جريمة القتل. قالوا المحكمة تستهبل، جايبين بنت صغيرة محضينها كلام في البيت وأنها هنا بتشهد، فما أخذوا بشهادتها، وإخوان متلبسة في جريمة القتل، يعني بيبقى في السجن طول حياته، خلاص ما في أي دليل ثاني عنده. لكن محامي إخوان ذكي، وهذه نقطة تشهد له، ما رضى يستسلم أبدا، يقول أشوف إخوان أنه بريء، فبدأ يسأله صار شيء ذاك اليوم، حاول يسأل أسئلة كثيرة. فقال إخوان إيه، قال أعتقد أنهم كانوا يصورون شيء في ذاك اليوم، كانوا يصورون مو داخل ملعب عند المدرجات بين جماهير، كان في تصوير كذا فيلم مسلسل، المهم أنه كان في تصوير. وزي ما تشوفون هذه لقطة من مسلسل أمريكي، وكانوا يبغون يصورون اللقطة هذه في المسلسل بين الناس والجماهير، يعني ما يقدرون يصورون في استوديو ولا شيء، كانوا يبغون أن يكون في جماهير وناس عشان تصير إيش اللقطة حقيقية. وكانت اللقطة بس مدتها 6 دقائق بيصورونها ويمشون، ولأن كانوا يصورون مسلسل كان في شخص يوقف يمنع الأشخاص يمرون علشان ما يخربون التصوير، ما حد يمر قدام الكاميرا ولا حد قاعد جنبهم يكون، فيخترب التصوير. فاللي كان يمنعهم كان يوقف بس ما يقدر يمنعهم لمدة طويلة، لأنهم دافعين تذاكر ودافعين كل شيء، فمن حقهم يروحون ويجلسون. وش يقول إخوان هنا؟ يقول إنه راح يشتري لبنته بعض الأشياء، ولما رجع بيجلس على كرسي كانوا في أشخاص يمنعونه، يقولون إنه قاعد يصورون مسلسل الحين ولا يقدر يروح يجلس، يعني لو بس مر كان طلع باللقطة بهذا المسلسل ومشى الوضع تمام، لكن كان في شخص يمنعهم يروحون. لكن شوف اللي صار، ما تتوقع ولا 1%، اللي فوق كان يتوقعهم انه خلاص انتهوا من التصوير، لكن هم ما انتهوا من التصوير،
التصوير بنتي لما هذا الشخص يطلع لما فوق. شو شو يقول؟ يقول ما كان أعرف التصوير فوق، هذا اللي كان يمنعهم. يقول كان خطأي لأن أنا اللي تركته يمر. طيب دقيقة، مين اللي تركته يمر؟ شو السالفة؟ شو صار؟ هذه اللقطة، شو اللقطة والمسلسل؟ المفروض يقوم يطلع لما فوق. لحظة، في واحد مر، مين اللي سمح له يمر أصلا؟ إلا هذا أخوان، أخوان وبنته طالع في اللقطة وشارين أشياء، وهذا الممثل ورا. شو بيسوي أصلا؟ تعبيره كنا صدق من اللقطة، كنا فرحة. بس شخص واحد اللي مر، وهذا الواحد اللي مر هذا هو أهم شخص كان ينتظرونه في اللقطة هذه. شو بيقول محامي؟ نط من الكرسي يقول. هذه لقطات لما تم تبرئة إخوان من القضية هذه وطلع من السجن. وهذه بنته اللي كانت معه. كذا يكون هذه اللقطة بس البسيطة اللي طلعت 3 ثواني بس برأت إخوان من السجن مدى الحياة. قابل أهلها وزوجته وبناتها. شوش بيقول للمحامي الحين؟ المحامي موجود. هذا المحامي. شو كيف شال المحامي؟ شوش بيقول له؟ المحامي ذكي، جدا ذكي. ما رضى يستسلم. يقول أنا مدين لك. طيب اثنين انتهت القصة؟ لا ما انتهت. تم اتهام المحقق اللي حقق مع إخوان ومع الشهود. اتضح انه هو كان يقول للشهود قولوا هو. وتم طرده من الشغل. هذا شرطي. انعكست الآية تماما. بعدها إخوان رفع قضية وتم تعويضه 320 ألف دولار. يعني تقريبا 1,000,000 ريال. عوض إخوان على اللي صار. طبعا مو بس المحقق اللي تم طرده، لا الفريق كامل حتى هذا الشخص تم طرده. لأي شخص يبغى يشوف الفيلم هذا مدته 40 دقيقة بس، موجود على نتفليكس، اسمه لونج شوت. جميل جدا.